أكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن حسين الشحات لاعب الفريق اشتكى من آلام شديدة في الركبة، وهو ما جعل الجهاز الفني يفضل خروجه من قائمة الفريق استعدادا لمباراة الجونة. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما، التي تقام في 9 مساء غدا الثلاثاء على ملعب خالد بشارة والمؤجلة من الجولة 9 من بطولة الدوري الممتاز. ويستكمل الشحات الفحوصات الطبية لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة. وأعلن ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمباراة الجونة، وجاءت كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير ومحمود متولي ورامي ربيعة، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، إليو ديانج، عمرو السلية، صلاح محسن، ومحمد مدي أفشا، وعلي معلول، محمد محمود، وطاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمد هاني، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد أشرف، وزياد طارق.